السلام عليكم من صفحة اليوفنتوس. لا بداية لشيء إلا وقبلها نهاية لشيء آخر، ومن تجربتي مع المرض أيقنت أن السرطان نهاية لبداية جديدة، بداية موفقة، بداية سعيدة. ولكل من يمر في مثل تجربتي الآن، تحدوا المرض وقاوموا الألم، كونوا على ثقة بالله سبحانه وتعالى ويقين تام بأنه ما رح ينساكم. عيشوا حياتكم واستمروا في تحقيق أهدافكم وأمنياتكم، ولا تخلون المرض عائق في طريقكم. ونصيحتي للجميع، التزموا بالأكل الصحي، وإذا حسيتوا بأي عرض لا تترددون بالفحص.